برحب بيك طبعا يا كابتن هيثم، وبرحب بكل ضيوفك الكرام وكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وطبعا خليني ابارك لك طبعا يا كابتن هيثم، وبارك لكل جمهور النادي الاهلي. يمكن معي في هذه اللحظات طبعا مدرب العام الفريق كابتن تايجر، كابتن طبعا تامر مجدي، برحب بيك في البدايه على شاشه قناه النادي الاهلي، ومليون مبروك طبعا فوز النادي الاهلي بالبطوله، يعني طبعا رقم 33 ورابعه على التوالي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. انا بعتذر طبعا عن صوتي وفرحتي. انا بشكر اول حاجه العاب الصالات ان هي الفتره اللي فاتت الثلاث اربع ايام اللي فاتوا الحمد لله ثقه الجمهور ومجلس الاداره وكل محب الكره الطايره بالنادي الاهلي عمرهم ما شكهم ولو للحظه صغيره في فرقه الماسترز، فرقه النادي الاهلي كره طايره. الحمد لله بشكر ربنا اولا واخيرا على الفضل. النهارده بلعب نهائي، اعصاب متوتره، ربنا كرمني ان انا اكسب فريق كبير زي نادي الزمالك 3-0 في نهايه الدوري، كانت مباراه حاسمه تحدد بطل الدوري، فده الحمد لله فضل من عند ربنا. بشكر كل الناس اللي جات وساندت النادي الاهلي، وده اهداء بسيط للنادي الاهلي والمجلس الاداره وللجمهور رقم واحد في الفرقه. طبعا يا كابتن الحمد لله، ويمكن الماسترز يعني الموسم ده كان صعب جدا، يعني طبعا بسبب فيروس كورونا الدوري توقف كذا مره، فطبعا البطوله دي كانت صعبه جدا على النادي الاهلي بالذات الموسم ده. طبعا الصعوبه كلها في مصر، وربنا يحفظ مصر وشعب مصر من الاجواء اللي احنا بنشوفها في الكورونا. الفرقه عدت عليها مراحل كتير قوي، احنا بقالنا سنه شغالين، كل فتره المرض بتاع ربنا، وكل فتره تلاقي واحد او اتنين الفرقه بيحصل فيها توقفات، بس بفضل ربنا قدرنا نكمل وربنا كرمنا وقدرنا ان احنا نكسب والحمد لله. رغم يا كابتن كل التوقفات دي في بطوله الدوري، لكن دايما بنشوف لاعبي النادي الاهلي رجال قد ثقه جمهور النادي الاهلي، ودايما بيأدوا اداء متميز في كل مباراه. الحمد لله دايما معروفين ان احنا في الاوقات الصعبه الفرقه كلها بامر الله بتفضل رجل واحد، من اول الكابتن محمد مصلحي لغايه اخر واحد عامل الغرفه، كلنا بنبقى ايد واحده مسخرين كلنا ان احنا نلعب على البطوله. ربنا بيكرمنا عشان احنا بفضل الله مخلصين للنادي الاهلي ومخلصين لمحب الكره الطايره في النادي الاهلي. كابتن تامر طبعا بشكرك جدا، ويعني ان شاء الله عقبال بقى كاس مصر ان شاء الله باذن الله، ونوعد الجمهور دايما النادي الاهلي محطوط في المواقف دي بامر الله يبقى في بطوله ثانيه ان شاء الله كاس مصر. شكرا يا كابتن. يمكن ده طبعا يا كابتن هيثم كان لقاءنا مع كابتن تايجر، كابتن تامر مجدي مدرب العام لفريق النادي الاهلي بعد تتويج النادي الاهلي طبعا ببطوله الدوري للمره 33 في تاريخه، والان العوده مره اخرى للاستوديو. سالي حامد شكرا جزيلا، والف مليون مبروك لكابتن تايجر. الحقيقه يعني عملتوا اللي عليكم، والجهاز الفني بصراحه ما قصرش، حتى اللاعبين ما قصروش. شكرا جزيلا سالي.